صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. صباح الخير عليكم انتم مستمعينا مستمعي راديو شمس الجري، حاضرين معكم دائما في الاستماع ومع المايسترو ديالنا واحد وحميته لهم في العريضة التقنية. رانا في حصة ويك اب. اليوم في حصة ويك اب، وكما قلنا لكم الأسبوع اللي جاز دائما إن شاء الله يطلع علينا سامير بن عيسى كورس سبورتيف. لاني سعيدة جدا أنك كل سمانة هكا تطلع علينا فرصتنا شوية من الحيوية ومن النشاط ومن الرياضة إن شاء الله ومن الجسم السليم. صباح الخير سامير. صباح الخير دسالين. صباح الخير مستمعين راديو الشمس الجيري، مرحبا بكم. سي افيك ان غران بليزير، ان ايمونس بليزير، اي دونك جيسبر ان شاء الله اون فا بورتي ان تروك بوزيتيف للمستمعين تاعنا ان شاء الله يا ربي. جوست حنا رانا هنايا على هذا الشيء ورايحين ان شاء الله ما نخرجوش من هذه الحلقه والحلقات كامل تاعك بدون فائده، صح سامير؟ دونك اللي عنده مشكل واللي عنده شيء من الاشياء اللي يسمع كوتي ماكله ولا كوتي سبور، فوالا معليه غير يبعثنا نيميرو تليفون تاعو على الخاص باش نعيط لكم حنايا، عندي ولا عند سامير ولا حتى عند لا باج في انستغرام ديالنا ولا فيسبوك راديو شمس الجيري. دونك اليوم فيكو السمانه اللي فاتت هضرنا اون جينيرال وكانوا بزاف لي كيسيون كيفاش السمانه كيفاش نشياني تو، دونك حبينا كيفاش يقولوا نحدوا المواضيع ديالنا شاك سيمين، صح؟ فوالا. دونك الموضوع اللي خيطو اليوم سامير اللي هو اليوم اون فا بارلي على لا ستاغناسيون. دونك لا ستاغناسيون سيتادير افري اون فاز دو بيرت كي نشيانو اوتوماتيكمون يلحق وقت وين ما نزيدوش نشيانو، ميم سي اون فا غاردي لو ميم لا ميم هيجين دو في لا ميم سيتادير اون في لو سبور توجور مي لو بوا ديالنا ما يزيدش يحبط، سيتادير اون رونتر دون اون فاز دو ستاغناسيون كي اوبليغاتوار. اسكو تصرا دائما بالطبع اوبليغاتوار، ما فيهاش هربه، ما كاش واحد يبدا يشيان يبقى يشيان 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 يشيان. دونك اجوردي دونك فوالا دونك جوست باش نكتب لك نيميرو التليفون اللي عندهم ستيلو برك ملي تاعي راه ماشي كتاب برك حميتها سي فو بلي، كان تقدروا تجيبوا لنا برك ستيلو باش نكتبوا لي نيميرو تليفون سي فو بلي. دونك فوالا دونك سي اون فاز اوبليغاتوار. دونك سي كوا ديجا لا ستاغناسيون ال ميم سي كوا et comment faire pour éviter la stagnation et sortir le plus tôt possible parce que كل ما طول ماشي مليح نعيا sur le plan moral. Comment faire et quoi faire pour sortir le plus tôt possible من هاد لا فاز دو ستاغناسيون. فوالا الحاجه النيميرو الاول واحد ما سمعتكش واحد باش يكتب برك النيميرو باسكو رانا اون لايف سور انستغرام اي سور فيسبوك ايضا. ستيلو ديالي ماهوش يكتب. فوالا ماهوش يكتب ستيلو باش نقدروا نبعثوا له النيميرو تليفون ليكم انتوما في لا ريجي كيما قلت لكم. نبعث لك هنايا نقوله لك ما يقدرش يبعثوا سي فو بلي واحد ما يقدرش يبعث سي فو بلي يبعثوا لنا برك ستيلو ما نقدرش نفهموا ويتو. دونك كيما قلت لك اسمه كيما قلت الانسان كي يحب يشيان يلحق. مرسي بوكو حميتها كيما راكم تشوفوا دخل اون ديريكت معنا. ماكش حاب تشيان حميتها؟ هاي هاي بيان برك يدير ميسكياسيون باش تخرج ليا الكرش. دونك يسمى اوبليغاتوار كيما قال سي سامير انه الواحد كي يحب يشيان يلحق اون فاز اللي ما يقدرش يشيان فيها اكثر. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça. Quand on commence un équilibre alimentaire. Mais c'est pas juste qui fait chier na eh ou semaine, il se met qu'une semaine حتى وين تطرطق ولا كيف. C'est ça. Ouais. C'est ça parce qu'en fait une semaine aussi. Alors, c'est la différence. C'est une différence, on mange beaucoup, c'est on fait une activité physique li naklou fiha bzaf, on mangeouch bzaf une activité physique, on va grossir, c'est tout à fait normal. C'est un phénomène très 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 yani mu'aqqad, OK? Il est complexe. Donc, nous allons parler de la stagnation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu. Nous allons vous des questions. Si vous avez commencé un équilibre alimentaire ou voilà, une phase de stagnation, laissez-nous vos numéros. Nous allons vous dire que nous allons vous donc, c'est quoi une stagnation? Automatiquement, quand on commence, qui nous donne un régime alimentaire. Nous allons vous donner un régime alimentaire. Après, le corps dit il sort le mal, l'intracellulaire, il sort les toxines, le gras, il sort. Après, soi-disant, en Chine, dans 15 ou 20 kilos. Après, même si on va garder le même, c'est-à-dire la même hygiène de vie, le même équilibrage alimentaire, et on va garder la même activité physique ou les mêmes routines, dès lors, nous le poids d'Yana, mais aussi Yahbat. En fait, le corps d'Yana, à chaque fois, il s'offre. OK, صافي وكي نبداو ني لي باغ اكزومبل لا فواطور كي نديرو لها اون فيدونج لازم ندوها نبدلو لها الزيوت نبدلو لها لي فيلتر
هادو قايتك. حنا في لو كور ديالنا عندنا دي فوا ديليمناسيون. هاد لي فوا ديليمناسيون اي سون تري تري امبورطون. بلا بهم لو كور ديالنا يتعمر بالسموم. ومن بعد تالمون يتعمر بالسموم. ايماجيني فو اون بيرسون اللي تعمر بالسموم وما تخرجش السموم هادو. كي ما تخرجهمش راح تطرطق راح تحبس صح. الجسم ديالك لو سيرفو اللي تري انتيليجون يحبس اي دونك يحبس باسكو اون فيت كي نبداو ان ايكيليبر اليمونتير يا توجور دي توكسين تاع الخلايا يعني اديبوز دونك يبقى توجور دي توكسين اوكي لي توكسين هادوك يل فون ساكوميلي اون نيفو دو فوا دونك كيل سون لي فوا دي ليميناسيون تاعنا وشنو هما لي فوا يعني الطرق اللي نطرحوا بهم حنايا عندنا ديجا عندنا لو فوا الكبده كاع لي برودوي لي بو سولوبل يعني لي دوبو في الشحمه لي بو سي تاجير سولوبل لي دوبو لي بو سي ليبيد لي دوبو في الشحمه يتيليميناو على الكبده اوكي دونك يتيليميناو دونك هي حاصله لاصقه فيها لا فيزيكول بيليير وين نلقاو المرار هذاك المرض دونك فوالا دونك سي لي فوا ديليمناسيون دوزيام فوا لي ديليمناسيون سي لي ران مع لا فيسي تاعنا دونك لي برودوي هيدروسولوبل ستادير لي دوبو في الماء يجوزو على لي ران سي بور سا يقول لك شرب بزاف الماء باش ما بور ايفيتي لي بروبليم رينال رينو دونك فوالا نستقبلوا مكالمه سي سمير ومن بعد نكملوا في هذه النقطه يا با سوسي نستقبلوا مكالمه الو الو صباح الخير صباح النور صباح صباح ميرسي نسرين والله الحمد لله والله الحمد لله يا ربي وانت يا حمدانكم الله يسلمك صحه رمضانك انت زاده واش راكي ميرسي لا لاباس الحمد لله ميرسي سقتي عليك الخير ربي يخليك قولي لي شكون معنا ومن اين تتصلين بنا سي مريم مازا جابيل دوران جو سي الجيروان مي جابيت اوران الله يبارك الله يبارك واش راكي لاباس مريم سقتي عليك الخير الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الوغ مريم راهو معاك لوكور سبورتيف سمير سقسي واش حبيت تريبيان مرحبا بك بونجور كوك بونجور مرحبا بك مرحبا بالناس واهلان وبالناس طنجي ولي زاجيريان كاع ميرسي الله يحفظك صحة رمضانكم يعيشك يسلمك الله يخليك لا لا كيستيون كو جو مو بوز سوفون سي كو جو ماريف با ا ميغريغ جو في دو سبور كوم افون جيتي مانكان كوم جو في 1m72 كنت ما نلحقش كنت ما نديباسيش 65 كيلو Donc avec les enfants, quand j'ai 4 enfants, je suis à 94 kilos. Ouais. Et je n'arrive pas à maigrir avec le sport, j'ai diminué le sucre, j'ai pris le glucophage, je n'arrive pas à maigrir, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous avez pris du glucophage? Ouais, pour brûler le glucose. Donc c'est un je vais répliquer par rapport à ça mais je suis de il y a le médecin qui m'a inscrit comme j'ai une embolie pulmonaire non ça j'ai c'est une phlébite là c'est autre chose pour maigrir s'il y a une indication pour prendre le glucophage il n'y a aucun problème s'il y a une indication mais si on prend le glucophage pour maigrir c'est une faute très 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 grave Et moi, à mon avis, il n'y a aucun médecin qui a une conscience, mais il peut mettre le glucophage, mais je tiens. Et c'est un professeur en plus. Wallah, chauffé. Yani, manache ma'soumine. S'il y a une indication, soyons logiques, s'il y a une indication pour le glucophage, c'est-à-dire il y a une maladie ou là, c'est un traitement, c'est-à-dire une indication. Sinon, il met le glucophage, une cure de glucophage. En fait, je vous explique, Nasserine. Le glucophage, c'est un médicament pour les diabétiques. Erdo les diabétiques. Okay. Donc, les diabétiques, quoi chez Dero, chez Hapto, l'insuline. Okay. Donc, le problème, l'obésité, c'est l'insuline. L'insuline, l'hormone, quoi chez Dero. Une fois qu'on mange du sucre, le sucre est là parce que le sucre est direct dans le sang. Ok. Donc, on a la forme la plus simple du sucre qui est le glucose. Donc, le glucose, il va pénétrer, il va dans le sang. Donc, automatiquement, le corps dit, il ne faut pas que la glycémie, le sucre, le sucre dépasse un certain seuil. 1,2 ou la je sais pas. Et donc, du coup, le pancréas, il va libérer l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait descendre le sucre, c'est-à-dire le taux du sucre, à qui tu m'as fait, madame? Oui. Donc, du coup, l'insuline, il va déverrouiller les portes. Le corps d'Yana. Donc, le sucre il trabaffe le muscle en forme de glycogène, fait le kibda, mais il t'amro vite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les portes, les cellules, gars. Mais parce que le sucre, il ne faut pas qu'il dépasse un certain seuil. Quand il dépasse un certain seuil, on a des complications. Donc,
يبدا يطبع في السكر، يبدا يدخله داخل الخلايا، يبدا يستوكي فيه، والسكر هذا كيتستوكي يولي غرا افيك لو طون. دونك فوالا، دونك دوكو هو واش يمدلك؟ يمدلك الجلوكوفاج، اوكي؟ بور براتيكمون بور فيغ هاد ليفي هذايا انفيرس، ماشي يخلي لك الانسولين ديالك ما يخرجلكش. دونك يل فا ستوبي. Et donc du coup, il y a un effet inverse. Il n'y a pas une indication pour ça. Donc la première des choses, votre pancréas, le pancréas dialect, le pancréas, il sera touché. Il sera touché. Tous les faits, mais en fait, travail pas. C'est pas son travail. C'est pas son travail parce que le pancréas est du glucophage. Mais il y a un dysfonctionnement quelque part. Il faut laisser le corps réagir. Il faut établir un bon équilibre alimentaire, faire une activité physique. Je ne sais pas, trouver les solutions. Oui, madame. Même quand je perds 5, 6 kilos, 8 kilos, après je reprends. Possible. Et yo-yo, car je fais draconien. À chaque fois, comme je ne m'accepte pas comme ça, je ne suis pas acceptée, gars, du tout. Donc voilà. Après ça, je fais yo-yo. Je comprends. En fait, donc, le glucophage, je crois que c'est pour moi, à mon avis, s'il n'y a pas l'indication, il ne faut pas prendre sincèrement. Et après, un deuxième point qui est très important, aujourd'hui, le sujet éternel, c'est après une phase de perte, la stagnation. C'est quoi la stagnation? C'est-à-dire, on a sauf un poids, malgré les efforts, mais chez un autre. Ok. Selon l'équilibre alimentaire, on a développé le sujet la semaine passée, où on a sauf. لازم فريمون لي زيكيليبر كيل دواف اتر بيرسوناليزي. انا ما نعرفش نمط الحياه ديالك، ما نعرفش ديجا لا بروميير دي شوز. المشكل الكبير كاع حنا عندنا ديجا اون مالاد او نيفو دي زانتيستان. اوكي، لي زانتيستان تاعنا مراد، لو ميكروبيوت تاعنا مريض. سي تاجير سي كوا لو ميكروبيوت؟ بروبليم دو كولون. Des tout à fait de constipation aussi. Voilà, donc voilà, il y a un problème quelque part. Donc madame, il faut faire des analyses déjà. Il faut doser la vitamine D avec la vitamine E, la chaîne des vitamines B. Il faut prendre beaucoup d'antioxydants. Il faut voir est-ce que le microbiote diélique il est actif. Si vous êtes en train de prendre des produits industriels, c'est il y a l'alcool, il y a le gluten, il y a beaucoup de choses. On fera après un sujet microbiote. Mais je fais un macbark madame, c'est quoi le microbiote? Microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivants, des bactéries qui vivent les intestins internes, ils s'accrochent, ils s'en profitent, ils se font dominer, ils se font dominer. Donc il y a pratiquement 100 milliards de bactéries. Vous imaginez? Quel le nombre de cellules dans le corps d'Yana? Et donc du coup, lesquels le microbiote d'Yana là sont malades, l'absorption mat sera chimlé, et le transit mat sera chimlé. Il y a un problème quelque part, et on va pas maigrir ou maigrir les efforts. Donc, il faut déjà éliminer beaucoup d'aliments industriels, acides, le sucre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On ne va pas développer le sujet. Le microbiote aujourd'hui, on va le laisser pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà. Donc, il y a où je peux le dire. Pas que je vous dis que M. Samuel, on va mettre les commentaires. Il va dire qu'il va dire en arabe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en français. Donc, il va dire qu'il va comprendre tout. Donc, Seyyida Mariam, où je peux le dire pour te faire des choses. Est-ce que tu peux te retourner la taille de la كانت كما قالت لك مانكان اسكو تقدر تولي لا طيب مانكان ما ترجعش علاه تقدري دير الطفله صوت كات تقدر تولي لا تو كومبري لا في على كوميم على كات انفون الله يبارك الله يبارك علاش لي زونفون مي جي 32 ans اه وي مدام فوز اد جون تري جون ها مستعربي فوالا وي مي ان فيت يا لي في اج سي مانك فوز تي مانكي ان كيل اج 20 ans 22 ans دي كون سي 17 ans جي بارتي كيل جامعه اوران 20 ans, je me suis mariée, ça. Allah ybarik. Donc, voilà, on ne peut pas avoir la taille. Il faut assumer son corps. Avec l'âge. Je peux perdre 20 kilos comme tu fais. Non, mais impossible. Impossible. Tu as 30 ans, tu es kibira? Non, non. Tu as 30 ans, tu es kibira. L'âge, ce n'est pas un paramètre. Le corps de l'âge, tu as 18 ans. L'âge. Déjà, il y a un équilibre hormonal qui va changer. Elle avance déjà dans l'âge. Il y a un équilibre alimentaire qui change. Elle a 4 enfants déjà, elle a des césariennes. Il y a la masse. Et j'ai des jumelles, j'ai eu un ventre immense aussi. Donc voilà. Inch'Allah, madame. Elle n'aime pas le ventre. Donc c'était. Ouais, exactement. Mais avec la grossesse, j'ai pas pu. Surtout, j'ai le ventre, les cuisses. Oui, c'est logique. Le bas, le haut, ma'andish. Le haut, tu finis, tu voulais taille 38.
Je suis un peu lente, pas un peu, beaucoup. Il y a une régression à la masse musculaire, c'est-à-dire à chaque fois que nous quebrons la masse musculaire, il y a un changement hormonal. Donc pour revenir la taille à 18 ans, non. Et voilà, normalement, elle devait normalement, madame, qui comptait faire, est-ce que tu faisais le poids qui comptait faire, c'est-à-dire enceinte? Elle a, ouais, en fait, oui. Voilà, c'est la faute, l'indéro, même après la grossesse, la grossesse, parce que automatiquement, la femme enceinte, c'est pendant la grossesse, j'ai pas dépassé 90 kilos les 4 grossesses, comme 85, 88. Là, je suis à 94. Et je suis partie en Turquie pour 15 jours. Hein, je suis malade, je traite là-bas. Qui vit 10 kilos, 90 kilos ou 100 kilos. Là, j'ai perdu les 6 kilos, mais 94. Donc, ça fait 10 jours, mais vous êtes choisi. Ben, là, vous êtes passé, 92. Quelle était madame Fetorque? Donc, je suis malade, j'ai un caillou de sang au niveau de ma jambe, j'ai un caillou de sang dans les poumons. Tout le monde m'a dit que tu dois maigrir. Madame, pour qu'on réplique, on خلونا نستفادوا منا le maximum, on تستفادي منا. Donc والله ماذا بينا اللي حنقصروا معاك et on répondait au maximum. Donc نقول لك برك سي لا كان ماكيش قادر هادشي يعني دونك نهضر بالدارجه مش معايا باسكو ديجا حتى انا يقولوا نهضر بالعربيه دونك pour maman dit à 6 kilos le حق صام دونك انا 94 il y a longtemps donc je crois j'ai maigri 92 à peu près très bien donc il faut avoir un bon équilibre alimentaire لازم ديري نظام غذائي النظام الغذائي هذا يكون لازم يعني مؤسس يعني بازي على دي بارامتر وعلى المبادئ الاولى لازم تريسبكتي لي بيزوان تاعك الاحتياجات في النهار ديالك اوكي دونك لازم تشوفي ما تبداش تاكلي برك دونك لو بروميير بروبليم تاعك دونك peut-être واقيلا ما كاينش ديري اون اكتيف ما كاينش ديري نشاط رياضي لازم تدخلي نشاط رياضي ما انتيردي حتى لهاد الخطاي ما يمضي داكور تري بيان كي عطاولك لو فوفر تقدري ديري نشاط رياضي 3 فوا بار سيمين تاع سويعه في النهار 3 فوا بار سيمين ابخي تزيدي اوتوماتيكمون ابخي ان بون اكيليبر اليمونتير نظام غذائي نقصي كلش لي برودوي اندستريال خدي بلوس المواد الطبيعيه خدي صباح خدي توجور دي بروتيين خدي يعني شوفي يعني اكيليبر اليمونتير اي لي تري بيرسون يعني شخصي وما نقدروش نمدو هكذاك برك سي اون غروسو مودو سي الا كانت حبسي ديجا لو بان على لا فارين بلونش تروحي لي الخبز الكامل اوكي لو بان كومبلي لو بواسون ان هادو ماغازوس تنحيهم خدي دي جون تي تخليهم في الدار دونك سي ديجا سا ان شاء الله تبدا وان شاء الله نعاودو كي نعاودو نديفلوبي لو سوجي كومون روميغرير ولا ميغرير ان شاء الله نعاودو نهضروا على هذا لو سوجي ان شاء الله اليوم نهضروا على لا ستاغناسيون يعطيك الصحه مريم على الاتصال ربي يخليك كما نقعد نسمع ثاني في بيان سيغ بيان سيغ رانا على المباشر ربي يخليك ربي يخليك يعطيك الصحه ونسيني نو فوز ادور كل مون تادور ربي يخليك انا نحبكم عليكم ربي نورك مريم صحه فطوركم ا تري بيانتو صحه فطورك صحه فطورك دائما نقول لكم باللي رانا على مباشر في صفحة في الفيسبوك وعلى مباشر أيضا معك في الانستغرام وسي نذكركم باللي نحيي جروب مرام اللي دايما خلينا المجال أنه نديروا لايف معاكم ونحييو كامل اللي راهم يكومونتيو نرجعوا للنقطة تاع كيفاش تقدر تشيان وكي تستاغني شوختو تستاغني دونك فهمتي شنو هي لاستاغناسيون لاستاغناسيون كيما قلنا احنا عندنا يعني دي فوا ديليميناسيون عندنا طرق طرح ينطرحوا بهم الجسم ديالنا علاش باسكو نتعمر احنا كي نديرو نبداو نديرو نظام غذائي ونشيانو دونك راح يتكديس السموم هادو ما يبقاو لنا في في, في 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 الاعضاء في واحد الاعضاء دونك لازم نديرو اون فيدونج للكور ديالنا باش نعاودو الكور ديالنا يعاود يتلونسا باغ اكزومبل دوكا نحكمو صفايا مبوشيه ونرمو لها الماء من الفوق الما يجوز ولا ما يجوز يبقى من الفوق لازم نديبوشيوها نحو لها هذاك السم هذاك اللي فيها ابخي لو كور ديالنا نعاودو نشيان دونك قلنا احنا وشنو هما لي فوا ديليميناسيون وشنو هما لي بلوز امبورطون قلنا هضرنا على الكبد اللي هو ليبو سوليبل يعني المواد الدسمه تجوز تتصفى في من للدوب في الدسم على الكبده افيك لا فيسيكول بيليير اوكي وعندك لي غان ليبو هيدروسوليبل المواد يعني اللي تذوب في الماء الجزء لي غان سي بور سا لازم نشربوا الماء مع لا فيسي سي لا فوا ديليميناسيون عندنا دوتغ فوا ديليميناسيون يعني طرق واحدين اخرى هما لي بومون تاعنا الرئتين
Donc, on élimine plus le CO2 et tout ça. On a une voie qui est très importante. On a négligé beaucoup. Ou après, on dit peut-être qu'il y a un problème. C'est la poutine. On a dit qu'il y a un saumon beaucoup. OK. علاش دونك نقول لهم ديجا لا بروميير دي شوز الا كان الحقكم لو غرا ولا يخرج لكم لو غرا يعني سكوتاني تحت لابو ديالكم يا ناس عرفوا باللي لي بومو تاعكم ولي غان تاعكم خلاص متعمروا بالسموم اوكي باسكو لو سيرفو ديالنا العقل ديالنا اي تري انتيليجون واش يدير كي يبداو السموم يتكدسوا في الفوا ويتكدسوا في لي غان هادو سي دي زورغان فيتو يعني حيويين لو كان يصرى فيهم مشكل نقدروا الحياه تاعنا تروح يعني تهديد دونك لو سيرفو لي تري انتيليجون كي يشوف باللي خلاص السموم تعمرهم بزاف واش يولي يبعث السموم يدغرا يبدا يبعثو لا بيريفيري ماشي ينقص التهديد لا بيريفيري تاعنا سي لابو تاعنا دونك لا بداتكم عندكم لا لو غرا يعني لا الكوش تاع لو غرا سكوتاني الشحمه تحت الجلد ديالكم عرفوا باللي لي بومو تاعكم ولي غان تاعكم راهم معمرين الفو لي ديتوكسيفي كومو لي ديتوكسيفي استاجير راح نعاودو نحلو لهم السموم هذوك اللي تكدسوا فيهم اوكي دونك سي اون فاز دونك لي رامي سمعوا فيا لا كان بديتو اني كيليبغ اليمونتير راح تشيانو بواحد 20 كيلو 25 كيلو ابخي راح تدخلوا في مرحله وين ما حت الوزن تاعكم ما يزيدش يحبط علاش باسكو لي فوا ديليميناسيون ديالكم راهم معمرين ساتوري افيك لي توكسين دوك نعرفوا كيفاش نحي ولا كيفاش نحبسوا هذا المشكل هذا لكن قبل هذا الشيء نستقبلوا مكالمه الو 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 وي مساء النور مرحبا سلام مساء الانوار كيراكم لاباس الحمد لله وانتيا لاباس راكي بخير لاباس الحمد لله والله غير الحمد لله كنت معاكم والله نبغوك بزاف ربي يخليك ربي ينورك طول البليزير تاع مالتي نحبكم نموت عليكم ميرسي الله يحفظك ربي يخليك انا غير سور لي سوجي هذا اللي كنت دايرين ها عندي اون كيستيون برك انا عندي لو بوان تاعي 70 كيلو وانا ندير 1.70 متر زعما راني مليحه بصح راني باغا نقص شوف كاني نبان معمره تفضل صافي نقص شويه سي سامبل نسرين سي سا وي نسرين نسرين زين اسمك يا اخي نور 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 شكون معك هذا نور واحده معنا في الوحده وي دونك نور سي سامبل حبيتي تنقصي ما عندكش ان سور بوا كبير راح ديري اون اكتيفيتي فيزيك ان بون ريكيليبراج اليمونتير نقصي لي فارين بلونش واش جاردي بونتيا واش تاكلي واش راكي تاكلي كيفاش راك تاكلي انا هذاك هو البروبليم انا ما عنديش فولونتي كبيره باش ما نحبش الماكله راه غير نشوف الماكله نروح ديريكت ما عنديش مشكل دونك هذاك هو لازم راكي عطيتينا المشكل والحل ما تروحيش تشوفي الماكله سي لوجيك يعني هذاك هو البروبليم خاصني فولونتي على بالي بصح ما عندكش ما عندي ما يعني لكن راكي حبات شي يعني دونك يكون عندنا مشكل باش نحلوا المشكل لازم نتحملوا المسؤوليه تاع الحل والحل يبدا بلا ديتيرميناسيون بلا فولونتي ما نقدروش نقولوا ماني حاب نشيان مش حاب ناكل ما تمشيش كيف كيف ماشي نحب ناكل نحب ناكل نيمبورت كوا استادير الفاست فود ولا كل لو غرا اي لو سوك دونك سي سامبل نقصي الماكله شي يعني بصح سي ديفيسيل سامير لا ماشي ديفيسيل سي كيما نقولوا حنا هي سي اون ادوكاسيون حطنا على طونس ميرسي بوكو سمير نورمالمون سمير الماكلة تاع الليل عندها انيفي نيجاتيف ياك ماشي غير انيفي نيجاتيف يعني سي ان بروبليم الليل ودوك في رمضان ما يتصحش الواحد كيف سي في رمضان سي نوتر بير دو يعني حاجه واحده اخرى مي في الليل كي نكونوا في الافطار يفو واش تاكلي في الليل باينه راح تاكلي نيوتي في الليل ما حش تاكلي ان ساندويتش راح تاكلي شوكولا شيبس يا ولدي فوالا شيبس هذوك العفايس السقايط كما نقولوا حنايا ماشي سقايط هذوما حنا نسميهم هذوك فوالا شوفي حنا نسميهم سقايط حنا نسميهم سقايط علاش باسكو ناكلو دي بتيت كونتيتي مي ا شاك فوا ناكلوهم مي افري دير سي با سقايط سي دي روبا هذاك هو عندي المشكل فيهم انا هذوك ما نجمش نحبسهم هذوك هما اللي دايري لي البروبليم في حياتي باسكو الماكله انا ما ناكلش بزاف ما عنديش يبقى لازم تحبسيها دونك الفو اليميني سا تو سامبلومون اوكي صح نسرين ما كانش عيشك ربي يخليك نور يعطيك الصحه ان شاء الله تزيد تشاني اكثر ان شاء الله ربي يحفظكم
ربي يخليك نور، يعطيك الصحه على الاتصال، باي باي. وربي ينورك برك. باش نذكروا الناس اللي عم يبعثونا في الكومونتير في لي لايف، ابعثوا لي مو تليفون تاعكم هنا في الـ فوالا في الـ في الـ في اللايف ولا في الـ في صفحه فيسبوك ولا انستغرام تاع سمير ولا تاعي. والموضوع تاعنا تاع نهار اليوم هو كيفاش نديروا نشيانو ابري اون ستاغناسيون. سما كي واحد يستاغني يحبس كوكو، يحبس في الميزان وما يزيدش، يزيد يشيان. نبدا نشيان ومن بعد نحبس ما زيدش نشيان، علاش؟ سي كوين ستاغناسيون. دونك كيفاش نديروا نيليميني وهذوك التكدس هذاك تاع السموم، وكيفاش نديروا نقدروا نيليميني فوالا بور ايليميني. دونك هنا لحقنا لاون فاز وين لو كور ديالنا خلاص يستاغن، ما نشيانوش ما غير نديروا اون اكتيفيتي فيزيك. لا بروميير دي شوز لازم نبقاو توجور في ليكيليبر اليمونتير تاعنا، ما نحبسوش وما نبدلوش. كاين بزاف اللي يقول لك لو كور ديالك فاق لك ولازم فاق لك، زعما بلي راك بلي راك دير ريجيم. لو كور ما يفيق لكش، لو كور يرياجي. اوكي عجبتني تاع فاق لك، كاش هادي بزاف اللي يقول لك فاق لك وكل يومين ولا ثلاث ايام وبعيتك خليه هو يشغل كي تاكل ثلاث ايام الكور يقول نورمال ماهوش ياوي ماهوش ريجيم ولا وبعيتك تعاود تلونسي. دونك يا ني فاق لك ني كون يومين ني ثلاث ايام ني ريان دو تو. سي اون ا ان بون ايكيليبر اليمونتير اون هيجين دو في، باسكو ديجا ا لا باز اون دو سويفر ان ستيل دو في. اوكي دونك هنا لو ستيل دو في تاعنا اون بو مانجي دو فوا بار سيمين، عندك دي روبا دي ميل، سيتادير نقولهم حنا شيت ميل، سيتادير اون بو مونجي سكون فو. علاش يفيق لك ما يفيق لكش ما كان يفيق لك؟ انا بالجمعه نوض الصباح ناكل الخفاف. اوكي بالجمعه ناكل الخفاف، نضرب بلا تاديسيونيل ديالي، نضرب الكسكس على 12 اون فوا بار سيمين، جو ما تابل، جو مونج دي بيتزا، جو مونج دي فرخيطاس. اللي عفوني دوكا تبان لي عبد، دوكا راك تبان لي قبل ما كنتش تبان لي عبد سامر. نو سي اسم تقدر سي توت افي نورمال، اوني هومان، وانا عايشين في اون سوسيتي. اي لي عرفوني ديجا انا شاك جودي كي نروح باسكو نحب نروح للسينما. شاك جودي يا اخي نجوز نضرب فالخيطاس قدامكم، زوج فالخيطاس بالحار ونطلع للسينما ولا ناكلهم مور الماكله. اي دونك دوكو اوني هومان، مي il faut savoir quoi manger combien de fois surtout. ويرحم بابك ماشي دائما نضرب فالخيطاس، سي سا لو بروبليم ديالنا. tous les jours des pizzas, tous les jours des فالخيطاس، tous les jours des panini, tous les jours grignoter, tous les jours chocolat, le cacao, le chips. Donc ça c'est trop. Donc si on va suivre un bon équilibre pendant la semaine. Après on est humain. On s'attable le jeudi par exemple, la maman ou le papa là au fond, les enfants nos dos, n'est pas de s'attabler le jeudi parce que la famille garde qu'on sur la table. Mm-hmm. On peut manger ce qu'on veut. Mm-hmm. Là un peu avec du pain, n'achetons des gâteaux, n'achetons le croquet, n'achetons où je veux na. Une fois par semaine. Il y a pas de problème, le vendredi on en profite. Le soir, le jeudi, l'achia, les familles sortent, ils sortent, ils aiment manger un truc qui est bnin ou gras et tout ça. Ils peuvent manger ça, les entrecôtes ou les yakadrou. Mais ça dépend, je halm khatra fi semana, ماشي toute la semaine. C'est on va gérer la semaine un بعد هذاك, c'est-à-dire on va déjà savourer l'équilibre تاعنا. Donc hadi ya nqadrou naklou. Donc kima qult lek, ça veut pas dire ma nakl walou. C'est un bon équilibre alimentaire. اوكي دونك انا نقول لهم باللي فوز لي غاردي راح يبقاو في نفس النمط الغذائي، راح يديروا ديجا لو لاكتيفيتي فيزيك تاعهم باسكو لازم هاد الزوج الثنائي هادو يمشوا كيف كيف وما يتقلقوش. ابخي واش راح يديروا بوغ ابخي ديتوكسيفيي لو كور ديالهم. اوكي اون فا كومونسي ديجا بار لو انا ننصحهم دوكا سورتو لا بيريود هاديه لا بيريود ديال بون البومبلوموس بدا يخلص دوكا. Mais quel est l'extrait de pépins de pamplemousse. OK mm-hmm. À part ceux qui prennent des médicaments. Yani li yakhdou adwiya ma yakhdouch parce que le pamplemousse yda'af l'effet تاع les médicaments, معروف. OK Donc ma yqdrouch yakhdou le pamplemousse, yakhdou des oranges. Mais ana je préfère dok li yqdrou yakhdou le pamplemousse, yakhdou un verre ou un verre le matin 250 ml, yani kas fih 52 ml, un verre normal ou l'achia le pamplemousse pour détoxifier. OK هذه هي واللي ما قدرش لي زورانج لو طون اللي يعاود يحبس له اسمه فوالا لو ميديكامون. ابري نقول لهم ننصحهم نقول لهم شاك جور il faut avoir chaque jour au moins 100 غرام في لا كومبين يعني ثنائي انتر ارتيشو غادي. اوكي القرنون قرنون اوكي باللفت قرعه باللفت وقع
قرنو باللفت كيفاش دير طيبهم تغليهم ولا كيفاه كيما نحبوا كيما تحب كيما نحبوا نديرهم اون ليغوم ناكرهم كروديتي نغليهم القرنون اللي تري بنين بزاف بزيد شويه زيت الزيتون من الفوق اي تو سا دونك يلفو مونجي لي القرنون donc 100 grammes minimum il faut installer cette habitude faire parce que pour détoxifier quoi les non ma bêche c'est qu'on a été sale on a été sale oui نستقبلوا اتصال ونقعدوا بعدا في القرنون خليني في في سوتو لي روسيت باسكو هاد لي ليغوم هادو ماشي متعودين ناكلوهم بنا بيان ملي كنا صغار الو 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 صباح النور صباح الخير والبركه الحمد لله شكون معنا الحمد لله يا ربي معك اميره من الليل اميره واش راكي يا اميره صحه ربي الحمد لله صافا احنا وياكم ان شاء الله صافا كيراكم مع رمضان تري تري بيان الحمد لله رانا الحمد لله راهو عدب فينا سمير رانا غير الماكله والله العظيم اليوم السيجي تاعي اليوم وي شفتي راهو معك سمير راهو معك سمير صباح الخير سمير صحه رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله عقوبه العام الجاي ان شاء الله مرحبا بكم مرحبا بالجاليه الجزائريه انا عندي بروبليم كبير كبير هو لو بوا جي 31 عام الله يبارك اي لو بوا تاعي 98 سي 100 Et j'ai trois enfants. Par contre, Andy, le ventre, normalement, je joue, je suis aide là parce que la première césarienne, d'être la première césarienne, après d'être une opération aussi. Oui. Et le, pour le régime et tout, je fais pas mon régime vraiment un régime, une couleur, les régimes. Et n'écoute plus de l'île, mais n'écoute plus de l'île, n'écoute plus de l'île, j'ai les sucreries, les chocolats. Okay. Et où je habite Comment حبيتي تشياني وي زعما كاين لي زاستيس باش زعما نولف الكور تاعي على الريجيم وكاع كيفاش كاين نورمالمون بور موا كاين ريجيم شوفي حاجه مليحه سي كو ديجا انت تعرفي المشاكل تاعك سي فري او با C'est-à-dire, c'est donc, qui qu'on dit, on a que le sucre fait on a que le bzaf le matin, on a drabe les chips, on a drabe... Donc, vous connaissez déjà, qui t'a arfé le machakil tawak. Oui. Donc, le problème, c'est que l'azimle est une éducation alimentaire. تربية غذائية. ماش تبدأي هذه التربية الغذائية لازم لك ديجا لا فولونتي. اوكي؟ لا فولونتي ما عندي سامير. Vous n'avez pas, chauffez madame, vous êtes proche de 100 kilos, Allah yibarak. Okay. Oui. Inch'Allah, 100 kilos de santé, Inch'Allah. Naya, le point, qu'on dit, Allah yibarak, علاش كاين بزاف اللي نقول لهم, يقول لي, coach, 220, قول الله يبارك, قول لي ما تقوليش الله يبارك, non, ربي يبارك لك, c'est-à-dire, Inch'Allah, برك, le surpoids هذا, الشحمة الزايدة, تكون برك santé, mais, c'est-à-dire, المشكل, mais il va pas virer vers un problème de santé. Ah oui, mais écoute, je m'en doute la حاجة, eh. Voilà, donc déjà, vous êtes exposé. Raki, vous êtes exposé. Tiya, Raki, Orda, le gars, les maladies. Ok. Le premier, la première maladie, Raki, Orda, le sucre, diabète. Ah, mais par contre, Albert, écoute, avant, j'avais un diabète de grossesse. Eh oui, oui, c'est normal. En dehors de ça, ouais. En dehors de ça. Mais un ex-diabète, ouais. Les journaux. D'accord. Très bien. Donc, Raki, déjà, Orda, le sucre, type 2. Oui. Ok, donc type 1, c'est autre, une autre paire de manches, c'est insuline dépendant, c'est plus génétique. Donc, on va parler, déjà, Orda al-Sukari, l'hypertension, Dakht al-Damawi. Ok. Orda, Ba'ich Rabbi Afin, Inch'Allah, le saratan. Hadi, Hadi, lazim nqoulouha. Okay. Il faut pas le khabbi, parce que واحد يخاف اكثر من voilà. Donc voilà. Raki Orda le gars les maladies, yani donc déjà le système yani cardiovasculaire ديالك, sûrement les veines تاعك ou les artères تاعك راهم عامرين بالدهون بالشحمه, قلبك راهو يعاني. Même qui تمشى ولا طيب نبدا ننسف ما نجمش قلبي يخبط Voilà, donc possible le cœur dialek la ouïen, rambouchine, la roque dialek. Oui. Donc, et voilà, donc peut-être il y a un cholestérol, problème de triglycéride. Alors, qui tu fais le machèque, il y a deux rames, alors, il sera possible d'aucun maquish maridar, binchallah, il a fait naoui, a fait. Inchallah, il y a un peu de maquinouel, alhamdoulah. Alhamdoulah, mais croyez-moi, c'est-à-dire, maquinch, il y a un qui m'en roule, fumier sans feu. Feu sans fumée, c'est-à-dire. Ok, donc, automatiquement, Araki, Timchi, mais je te rappelle la maladie. Donc, imaginez-vous que, donc, Araki, Mleha, Agiuma qui darbim a le poids, Agdorat darbim a le poids et les médicaments. Exact. Je crois que c'est la meilleure des motivations.
D'accord. لكن ما خممناش بعقلانية على جال لو شيبس. لو شيبس سي 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 بطاطا محروقة في الزيت. إيه. إيه. دونك اسكو بنينة ولا ماشي بنينة؟ بنينة. بنينة. سيخت. Mais le cordial. Mais il y a les conséquences après. Hein. Non, c'est vrai. Sincèrement, les chips, c'est une tuerie. Hein. Mm. Les chips, les chlaq, les chips, hada, Rabbi adbou. Même qui dit haf dar, c'est la même chose. C'est plus ou moins. Plus ou moins. Mais haja mgamsa fi zit ou nakluha, c'est-à-dire déjà le batata en elle-même, déjà tu t'absorbes le zit. Avant, j'ai mangé les chips de pommes, t'as les pommes. Oui. Mais ma rhum, je suis bien vraiment qui m'a les pommes de terre, vraiment. Sophie, madame, on peut le qui m'a dit, les sahbi, ils sont tenus, on peut le dire, on a le casque l'autre, mais. صح وكي كل ما تكون حاجه خامجه تكون بنينه بنينه صح سي فري سي فري والله غير صح دونك فوالا ابي نوفاي لو نيميرو نجم ندير لو سبور نورمال والله مدام سي سامبل كي تعرفي لي كونديسيون تاعك ديجا نورمالمون متغرينيونتيش كاع في الليل اون غرينيونت لو شوكولا ناكلو اون فوا ا دو فوا بار سيمين لي شيبس اون فوا بار سيمين نحو البنه اون سا طابل افيك لي زونفون بي اون في بيت فيت ناكلوهم سي با تو لي جور شوكولا سي با تو لي جور شيبس سي با لي تو لي جور كاكاوات سي اوكي دونك يل فو سويفر ا نوتريسيونيست بار كونت نو نو سي با لا بين ا نوتريسيونيست يل فو افوار اون بون هيجين يعني نظام صحي غذائي مليح والسلام il faut éviter les boissons gazeuses la farine blanche يعني هاد الصوالح الناس العالم كاع يعرفهم اوكي فيشيكمون كل ما نقول سي بون راني نقصت في لو بوا مين نجم روحي نزيد نصيب روحي دائما زايده كاش نعرفها كاع مدام راكي تاكلي مع رمضان فوالا مع رمضان دونك فوالا سي كيما يقولوا الحل راه في يدك ني با سورسي ماشي حاجه واعره دونك سي دو راجوستي سا اي افون بون جيني ميرسي ربي يعطيك الصحه صح رمضان وصحه روك اليوم سي ما تاكليش من اليوم هذاك ميرسي سي جونتي ميرسي اوبا صحه ربي يخليك اوبا كاين بيبا تقول لك انا الوزن تاعي 63 كيلو عندي مشكل في الدواره والشحمه في ظهري وشنو هو الحل يعني كيف كيف لازم ندير ان بون اكيليبر اليمونتير تلقاو شنو هما الحلول يعني احنا لا بيرت ما نقدروش اون بي باسيبلي لا بيرت وي هذه راح نشيان في ظهري ولا لو ديبو تاعك اوتوماتيكمون لا عندك ديجا الشحمه في يديك ورجليك راح تعاودي تشياني كيما سمنتي سي تاجير لكن كي بديتي تسماني في رجليك ومن بعد في يديك ومن بعد في ظهرك راح تشياني من ظهرك ابخي رجليك ابخي يديك اوكي سي لا ميم شوز دونك il faut avoir un mode حياتي كيف ديري ان بون ريكيليبراج اليمونتير تبعيها اون اكتيفيتي فيزيك ابخي تقدر ديري كالكوز اكزيرسيس سيبلي يعني مش توشي هذيك لا بارتي لا سال دو ميسكولاسيون ولا كي تروحي للسبور شوفي لو كوتش يعطي لك هاد لي اكزيرسيس تمارينات لي قيسو بلوس لو دو بور رانفورسي لو دو اي بلوس بوسي لو غرا يعني راهو في لا سينتور لومبير تري بيان نعاودو نرجعو لكيفاش نحيو هذيك الكور كي ستاغني كيفاش نديرو نحيوها كنا في الماكله دونك قلنا الماكله قلنا لي زاغروم بزاف قالوا لي دوكا ما كاش الحمضيات لي زاغروم سي فري ماشي لا بيريود قلت لكم كاين الفو اشتي ليكستري دو بيبان اوكي تاع دو بومبلوموس وخذوه لا جورني تاخذوه شويه في ليكستري هذاك تاخذوه لا ماتيني باش ناخذ لو نيميرو تيليفون هذا برك خذوا لي زارتيشو انا جو كونساي لي زارتيشو براتيكمون تو لي جور هذه هي ابخي il faut surtout avoir il faut faire le dosage تاع كوم تاع لا فيتامين دي سي ان بوين تري امبورطون دونك انا يعني زايد لك 6 فوالا normalement c'est ça donc لازم دوزي لا فيتامين او en fait le عندنا حنا يا لو كاين لو غلوتاتيون c'est dire si on va manger des oranges on va la vitamine C la vitamine E surtout OK donc déjà on va orienter le corps d'Yanna vers la détoxification OK donc redo la vitamine E chauffe le dosage de la vitamine E je crois le bilan ou là il خرجra li ghir 4 ملايين ولا oui c'est pas un problème تقدروا تاخذوا en supplément la vitamine E تاخذوا un multivitaminé وين فيه كاع لي فيتامين parce que en fait حنا le corps d'Yanna qui يخدم peut-être ou عندنا des carences في des vitamines وحنا ما على بالناش بها رانا dans une état c'est-à-dire toujours affaibli toujours fchlanin عيانين peut-être عندنا un problème في la vitamine في le fer soit l'anémie بزاف يهضروا على الانيمي وما يهضروش على la vitamine E بزاف اللي يهضروش على فيتامين دي لا فيتامين دي عم باك سي اون ساجير لو دوزاج تاعها يدخل في يعني في التعاملات تاع بزاف تاع الهرمونات دونك لازم سورتو لي فام اوكي
عندهم ان بروبليم دو فيتامين دي دوكا بلوز او موان في الصيف باسكو في الصيف عندنا لو سولي شميسه نقدروا نديروا لا فيتامين دي مي في الشتاء يعني ان بروبليم ان ساكري بروبليم تاع لا فيتامين دي ننصح برك اللي ياخذوا لا فيتامين دي نقول لهم نورمالمون ميم لو ميدسان ايفيتيو لي كور يعني باش تاخذوا لي كور مونسويل يعني تاع الشهر لكن تقدروا تاخذوا ابدومادير ما باش في لو مارشي كاين ولا ما كاش مي كاين جو كرو كاين دي مارك وين فيهم اون دوز ابدومادير في الاسبوع ولا اون دوز جورناليه في لا جورني لا فيتامين دي باسكو علاش كي ناخذوا اون دوز تاع تاع الشهر ناخذوها اوتوماتيكمون راح نبداو نكونسومي وراح تيليمينا اون بارتي من الفليغان تاعنا نكملوا لو موا سون فيتامين دي بلا ما على بالنا اوكي دونك لا فيتامين بي لا شين دي فيتامين بي اوكي دونك لي 3 فيتامين لي فيتامين بي لازم ديروا لو دوزاج تاعكم الا عندكم دي كارونس في لا فيتامين بي خذوا لا فيتامين بي يقدروا يديروا ثاني لي اناليز فيتامين بي يديروا ان بيلون ديروا ان بيلون جينيرال ماشي يعرفوا نعطي لهم دو 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 جو دي جو هادوما اللي راني يعني نمدهم هاد ليامات لي زاديرون تاعي دونك وي الي انتروفابل قلت لكم il faut prendre l'extrait il faut acheter l'extrait de pépin de du pamplemousse اوكي نعطي لهم دو جو يعني بالي هما يحبوا حاجه سهله يسمعوها ويكتبوها خذوا دو جو اليوم خذوا ان جو فير ولا في السهره في العشاء خذوا ان جو فير Et le jus rouge, خذوه في السحور. الفير سي كوا؟ خذوه كونكومبر الخيار بالمعدنوس، اوكي؟ زيدوا له شويه بيرسيل، زيدوا له شويه تقدروا شويه سيترون واربع حبات دقله ولا في الكويس تاعك ديري ان جو. اوكي؟ ديريهم وشربي لو جو تاعك هذا بور ديتوكسيفي. Il est bon, il n'est pas bon, il est utile. Ok, il est pas bon, mal, oui. Non, avec les dates, il est bon. Il est ah, bon. Très bien, il oui. Est bon. Et le fassour, nakhdou le rouge, nakhdou le betraf, bel ma'adnous. Ok, nakhdou nzidou le chouya concombre. Ok, ou l'indirou le chouya zeste à citron. Ok, betraf, il est bon. 250 ml, un verre. Essayez d'apporter, yani, d'adopter, pardon, la routine hadia, soulouk hada, pendant Ramadan, même après Ramadan. Ok. après رمضان وقتاش يشربوا الفير وقتاش يشربوا كيما يحبوش الصباح في البتي داج وزاد العشيه تري بيان يا كان بروبليم يا اون كان بروبليم البومبلوموس ما كاش دوكا الحمضيات سي فري ما كاش دوكا لي زاغروم حبسوا دونك سي اوتوماتيك فوالا دونك هادي اون غروسو مودو ابري اون باس هادو ما سي لي زاليمون بور ديتوكسيفي ان بو لو فوا تاعنا بور ديتوكسيفي لي ران تاعنا لا بروميير دي شوز نقول لهم Les reins, ils ont créé un stress. Ok, donc voilà. Chauffe, qui trouve l'eau minérale, sans citer les noms. Qui trouve le qalaat al-ma, parce que gagne à chdou le qalaat al-nshrabou le ma. Jamais, mais tu peux pas chdou une marque toujours, parce que peut-être le goût عجبكم comme هذه l'eau هذه بنينه هذه شويه مالحه et tout ça. كل واحد عنده une addiction le ma. Donc نتوما le ma, l'eau minérale, le ma المعدني اللي تاخدوه, il faut toujours تبدلوه. تاخدو 3 jours, 4 jours, يعني ma. Après quatre jours, بدلوا la marque. Comment choisir? كيفاش نديروا الاختيار تاع لي مارك ديالنا؟ شوفوا يا ناس كي تروحوا لا بوتي دو تروحوا القراءة تاع الماء تلقاو من اللور لا كومبوزيسيون في لا كومبوزيسيون هذيك مكتوبه ريزيدو سيك اوكي تلقاو ريزيدو سيك روحوا لي ريزيدو سيك اقراو كاين ما كاين يعني دي سورس اللي فيهم ريزيدو سيك فيهم 250 180 اوكي وكاين اللي فيهم 540 مش ما نسيتيش لي نون كوميرسيو كاين 500 كاين ديباسي 600 كاين 450 خذوا اون سيمين اللي عندهم فابل يا دي دوزاج تاع ريزيدو سيك 100 اي كيلك حتى ل 250 et une semaine ou la 4 jours بدلوا الماء خذوا واحد اخر اللي فيه 500 600 il faut avoir toujours le stress ou تقدروا لازم de temps en temps 2 jours à 3 jours خذوا l'eau de robinet تاع الماء تاعنا ما فيهش بزاف لي سيل OK donc الماء تاع العين تاعنا كي يتريتي من عند السيال ولا عند ليطا تاعنا يعني والماء à chaque fois بدلوا بدلو ماش تاخذوا ان ستريس بور ديتوكسيفي ان بو لي ران تاعنا تري بيان نريبونديو برك على لي كيسيون اللي راهم يبعثونا هنايا في لي كومونتير هاي تقول بيبا انا عندي لانيمي اسكو نقدر نشرب القارص ودير الريجيم القارص ماشي ينش وي هذه الحاجه اللي قالها لنا الاسبوع اللي جات باللي عندنا بونسي شغل كيفاش يقولوا حاجه متناقضه انه القارص كاع على بالنا باللي يشين مي فينالمون ما يشينش ميم تشربوا مع مدافي الصباح صنعنا فوق مع الشيء هذا ولاو يشربوه شغل بلو نورمالمون دي موند
القارس ماشي ينشي يا جماعة الخير. أوكي دونك هذه عندها الأنيمي لا بروميير دي شوز، لازم تكون عندها تاخذ الحديد يعني دونك لا فيتامين بي الحديد هما لي 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 بزاف اللي عندهم الأنيمي يحبوا ياكلوا الكبده. أوكي الكبده يلفو با تكثر منها، تاخذها اون فوا بار سيمين باسكو هي ترو غراس. أوكي الكبده ما تشويها كبدة، أنا قلت لك مقبل باللي الكبدة أنا اللي ميني وفيها لي برودوي لي بوسوليبل يعني الغرا لي دوبو في الغرا. اوكي ننصحها كي تروح للكبدة تاكل الكبدة، وهذه نصيحة للناس كاع كي تاخذوا يعني لي زابا تاخذوا لي غان تحبوا تاكلوا لي غان ولا الكبدة سورتو سيو تاكلوا تاع كبش صغير. اوكي ما تاخذوش كبش كبير باسكو اشاك فوا نكبروا في العمر الكبش يكبر في العمر يلي اكسبوزي يعني ماشي الكبدة تاعو تكون مريضة. دونك il faut éviter الكباش الكبار بزاف في العمر. اوكي تني وربيعي وهذيك ما غير هو ما يقولكش واش تذبح واش ما تذبحش على كل مي هذا سي ان كونساي. اوكي دونك تقدر تاخذ الكبده تقدر تاخذ دي بيتراف تقدر تاخذ الحديد العدس اشاك فوا كي تاكل تاخذ العدس كمشه تاع العدس سواء دير ان سوب تاع العدس تاع لونتي ولا تاخذها تفورها وديرها في لاصالاد تاعها. اوكي ابري كومون ميغريغ سي براتيكومون لا ميم شوز سي براتيكومون نفس المبادئ. وشنو هذه لازم توجور لي بلا تاعها تقدر لازم تكون عندها اون سورس دو فير. اوكي لازم تاخذ لا فيوند روج في لا سيمين تاعها تاخذ اللحوم الحمراء تاخذ العدس تاخذ البيطراف يعني لي زاليمون اللي فيهم الحديد نورمالمون جو مونت يسمى تيفيتي القرص كي الى شرباتو تشربوا مع لي جو كما كنا نقولوا جو فيغ و جو روج تقدر ديروا الاخر مي هذيك الاعتقاد تاعنا انه تشربوا صباح دا مع ما دافي صنع ما درنا والو وهي فيك عندها لانيمي انا سيترون سيترون سي با لا بين تاخذيه باسكو ماشي سيترون خذيه بوغ اميليوري لو غو يعني كي تكوني تاكلي لو بواسون لا فيوند ولا تبريباري نعطي لكم اون ريسيت دو فرو دو صوص فرماج باسكو يحبوا لي ريسيت خذوا لو فرماج بلون. اوكي هذاك لو فرماج بلون اللي يتباع زيدوا له شويه زيت زيتون كاش عشرة قطره زيت زيتون زيدوا له شويه ثوم زيدوا له شويه معدنوس القارص عصروا شويه قارص وديروا له الزاز رابيو شويه القارص من الفوق ديروا لهم بتيت صوص هاد لا صوص فرماج تاكلوها اوليو كي تاكلوا المايونيز صح جوزوا بها ما تاكلوليش باطا من غير فاس غيره جوزوا بها لي ليغوم تاعكم لي ليغوم تاعكم دونك فوالا مي لو سيترون ماشي ينش من الاخر سي ان فروي ماشي ينش مليح دونك هايل مي سي مي في لي زونتي اوكسيدون مي هو شغل لو سيترون سي كونو ماشي ينش. نستقبلوا مكالمه الو الو اسمهم مساكن اللي يشربوا القارص حياتهم قاعد وكي تبريزا هو سامر. الو 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 مساء الخير صافا لاباس بيان لاباس والله الحمد لله وانتيا يعطيكم الصحه على هذه لا ميسيون والله بيان حاجه جات في السوجي تاعها بزاف ربي يخليك ربي ينورك باش نقول لكم باللي السي سامر حيطلع لكم شاك جودي ان شاء الله في راديو شمس. ميرسي عيش وربي يخليك ربي يخليك. شكون معنا ومن اين تتصل؟ معك نريمان من تيسمسيل. نريمان من تيسمسيل مرحبا بك. واش راهي فوغي دي سيدغ؟ لاباس الحمد لله. حبوها كيفاش انت خويا صافا؟ ربي ينورك ربي ينورك يعطيك الصحه على لي كونسي خويا والله نقول لك رانا لاقيين مشكل كبير في هذا تاع تقفون زمان ونقصوا نزيدوا بلوس وي والله لقينا مشكل وي وي سيدو معايا انا راني حياتي غير يجي وشاك فوا ننقص بيان ونعاود نروتيني بزاف. Donc, donc ça dépend déjà la routine d'Yalek, l'alimentation t'as à qui t'as clé mais je me rappelle toujours le sujet hadawin la plupart de nest guides les arabes ils ont le hal mais ils ont sur la hal sahel ou rapide ما كنحتاي واحد خويا انا عندي النورمال ماكله تاعي يعني ناكل نورمال ماشي لاخر شيء كي نقلق كي نقلق دير ربي نزيد نسمان تاكلي تاكلي كي تقلق ناكل مش عارف ما انا نحس روحي ما ناكلش بوغ مو نحس روحي ما ناكلش بصح لي لا يديروا لي هكذا تاكلي شوكولا تاع البروغرام تاع الريجيم خويا وصلت لو بوا كنت 100 وزود ودركا وصلت في كي درت الريجيم تاعي وصلت حتى ل 92 عاود كي قاعد تحبس خدمتي وكاع عملت تقلاق والاخر عاود درت لي كاع البوا رجعت حتى ل 100 شوفي سي لوجيك ماشي نفهمك كي نتقلقوا اون فا شيرشي باردون
Oui. On va chercher un confort. On va chercher à la tariqa. Non, Samir, سمح لي. انا كنت قلق ما ناكلش. Ça dépend. وتمن سمن. ما ناكلش كاع ما ناكلش غول سيت كنكون زعفايتو ما ناكلش كاع. نشوف الماكلة حاش كنعيفها شغل. مين تما وين سمن؟ كي تكون اون بيريود تما وين سمن؟ Ça dépend. كل واحد لي فيه. كاين لي كيتقلق ياكل بزاف. يحوس على ان كونفور. Donc le confort voilà. هذا le confort le plus facile في الدنيا هذه c'est quoi c'est القاد oui. ça fait c'est des plaisirs hein donc القاد احنا القد بصح كي تكون كرشك جيعان ما ترقدش لازم تاكل et donc du coup مش ناكلو حاجه سهله نشرو ونحلو الفريجيدار ونضربو السكر والشيبس والقرا والشحمه وكلش et c'est ça quand on stresse parce que on est stressé OK et donc حنا باش نهضروا نقول لهم لو ستريس علاش كاين ستريس ونحبوا ناكلوا سي با الكا دو تو لو موند مي بصح لا بلوبار دي جون ايل فول مانجي يحبوا ياكلوا كي يتقلقوا كي يتقلقوا حنا عندنا واحد لوغمون يعني فريمون عندها ان رول تري عندها ان سيكل كي تري 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 يعني كي توش فريمون لو كور ديالنا سي الكورتيزول كورتيزول هاد لورمون واش دير كي نتقلقوا لو ستريس سي 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 لورمون دو ستريس يعني مليحه كي تليبيرا شويه كي نشربوا ان كافي تو سا سي سي تان اكسيتون اي تو سا تخرج كورتيزول مليحه بصح ما نكثروش من القهوه بزاف باش ما ندخلوش يعطي تعطينا النشاط هذه الكورتيزول في الدور تاعها باغمي لي زيفي تاعها تيني بينا تحبس لنا واحد لوتر هرمون هرمون واحد اخرى هاد لورمون اللي تحبسها واحد اخرى سابيل لا ليبتين هاد لورمون دونك لا ليبتين وشنو هي هي يعني الهرمون اللي يحبط لك لابيتي كون نحو لك لا ليبتين من الكور ديالك نهار كامل تجي جعانه الشهيه تزيد دونك اوتوماتيكمون كي الكورتيزول تحبس لك لا ليبتين لا ليبتين تحبط لك الشهيه دونك لا ليبتين تحبس بالكورتيزول والكورتيزول تخرج كي تكوني مقلقه دونك الشهيه تزيد لك تحبي تاكلي وكي تحبي تاكلي ماش تروحي ديري سباغيتي مقارونه تحبي حاجه خفيفه ظريفه فيك كونفور وتضربي غير لي بلا ويعني والحفايس اللي مسكرين بزاف بتبقى سمينه دونك سي سا اون غروسو مودو وحبيت نسقسيك خويا سمير باسكو كي يعني ما لقيتش كاع الحل وهذا وهنا عندنا في الولايه تاعنا في تونس كاين ان ميدسان زعما مسخوني بزاف البنات داروا هذه التجربه تاع هذوك المناقيش تاع البنين زعما يطالبوا هذيك اللي يديروها من شاف وسمعوهم ايسونسيال زعما باش انا درتهم وزعما شاك 15 جور نروح عند هذاك الميدسان يبدلهم لي زعما باش تنقص فيهم زعما يعطيني قال لي لازم تنقصي الماكله لي سكري غير كاع واش تنقصي باش البوا تاعك ينقص اسكو زعما ملاح ولا نحبس جامي سمعت بهم هاد المناقش ماشي مناقش سي دي بوس هما كشغل دي هاكي خلعتيني نسرين ماشي مناقش Oui, c'est une pratique yani approuvée. Okayna menha w kayen bezaf yidirouha. C'est des signaux, c'est-à-dire hnaya qui vont travailler avec le c'est-à-dire avec des ondes. Voilà, avec des ondes qui travaillent avec le cerveau. Yani pour jouer sur l'appétit, sur tous les matchs d'alcool, tous les c'est pratiquement c'est la PNL à la belle que c'est la programmation neurolinguistique. Oui, يصلحوا زعما سي والله شوف ماش ما يعني ما نقيسوش لي كونفرير ولي كونسور ولي براتيسيان ما نكذبش عليك ما نقدرش نقول لك ملاح وما نقدرش نقول لك ماشي ملاح ما كاينش واحد السياحه تعرف ولا تسيه اللي شيا كاين بزاف لي سياهم وشيانو بهم وكاين لي سياهم ماشيانوش بهم ما عنديش علم في هذا السوجي انا باش نخرط صح شوف كي كلي ديتهم انايا صح كي نبدا ناكل غير نبدا ناكل يعني شويه لي سوما تاعي نحسها بلوكي تتبلوكا وي ما تجيش لون في هذه بدلت فيا حاجه برك بصح تنحيهم تولي باش تبدا كاع الاول والاخر قال لي ان شاء الله كي تنحيهم نسيو زعما نستابيليزي لو بوا ان شاء الله الكور تاعك يتقبل انا حبيت برك نسقسيك شحال لو بري تاع هذا شحال لو بري باغ كور كل 15 جور 200000 تمام 15 200 الف في 15 يوم 15 يوم وخلنا نشريهم ندور هنايا فريمون سي سي ان انفستيسمون كان ميم 15 يوم 200 الف دونك شوفي كيما نقول لك درت الطرق وما عرفتش الاسم الكريمه الاسم الكريمه ناريمان 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 راح ديري يوم بخاتيك يعني الواحد يكون شويه ذكي في لا ريفليكسيون ديالو راح ديري يوم بخاتيك هاد لا براتيك واش دير عندها محدوده كيما اللي يديروا يكومونس باغ لا شيروجي هاكي معايا كيما اللي بداو ديروا يديروا العمليه نخليوها توجور في يعني في في, في الاخر قايته كيما يكونش الحل يعني ما عندناش حل واحد اخر وانا مرض ولا بعيد شر نتم نخلو العمليه الجراحيه
مي كومونسي يعني نروحو ديريكت للسهوله نو انا ا مون افي à quoi sert de commencer avec des pratiques des telles pratiques qui m'aident بعمليه كيما هذه ماشي فلا فان عاودوا نرجعوا نديروا ان اكيليبر اليمونتير نديروا نظام صحي كيما هذيك لا بيرسون اللي تروح تطلع فوق لا طابل تنحي 6 كيلو في الديبي سي با فريمون نيسيسير يعني ما كاش لوبليغاسيون ومن بعد تي كي تكمل تحبط يقول لها ايكوتي لازم تي يا دوكا تبعي لي ان اكيليبر اليمونتير بوندون 2 mois غير لي سوب باسكو نحينا لك لو غرا اي تو سا ولازم ا كوا سير في الديبي كانت قادره تنحي سي جوست يا لا ديفيرونس سي كو انتما كي تحبط من فوق الطابله تشوف لو ريزولتا سور بلاس والاخرى راح تخدم سور 2 mois دونك il faut être intelligent برك اوكي الفو واحد يوزن المصلحه ديالو ماشي من المصلحه ديالو لا براتيك هذه جو نو سي با لي زيفي تاعها فريمون جي ميم دي زامي لي داروا معايا دي فورماسيون دو نوتريسيون يعني ال براتيك سي دي براتيسيان يل فون سا والله عرضوني باذن الله نروح عندهم ونشوف باش نعرف كاع لي ديطاي تاعهم وفوالا يعني وثاني عندي مشكل في الفونت تاعي انا راني والده بسيزاريان عندي دو في والبروبليم في الفونت توجور بزاف الفونت تاعي خارج على الفوا تاعي كيفاش الفونت تاعي بزاف يعني خارج لي على il faut faire un bon c'est logique le dépôt tiaak yisraf le ventre peut-être t'as bzaf sukr madame non je sais mon fils il faisait mais n'écolons ما تاكليش لي سكر هذو لي انا ما نقريني اوتي شوكولا دو صوالح القطوات لا هذو ما ناكلهمش دونك فوالا essayez d'avoir un توازن غذائي مدام une activité physique وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله يعطيك الصحه اوكي يعيشك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يخليك يعطيك الصحه انا اللي معنا ربي ينورك ربي يخليك باش نقول برك راهم يشوفوا فيا هنايا في الانستغرام si vous avez des questions, les عندكم اسئله خلونا الهدف ديالكم حنا نعيط لكم المخرج تاعنا يعيط لكم وتسقسونا كيما حبيتوا على المباشر فوالا يعيطونا على المباشر ولي بيان سور اللي ما عيطنا لهمش اليوم باسكو كاين بزاف لي زابيل نعيط لكم الاسبوع الجاي في برنامج واحد اخر وفي موضوع واحد اخر الوغ اسمك كيما قلنا كنا هضرنا على الـ على الـ على الـ الحميه الغذائيه واش لازم ياكلوا ايتو كي تستاغنا لو كور ديالكم برك نعاودوا نفكروا باللي نهضروا على سوجي كيفاش ستاغناسيون فوالا كي تحبسوا الكور تاعكم ما يزيدش يشان اكثر من هكا ما فاق لكمش الكور ديالكم كيما يقولوا عجبتني تاع فاقت لكم فاق لكم دونك فوالا ومن بعد يقعدوا في لو سبور يكملوا سبور ولا يزيدوا الوقت تاع سبور تاعهم الوغ ومن بعد كي نروحوا قلنا احنا لحقنا اللي قلنا اللي فو ديتوكسيفي لي ران ومن بعد انا كتبت الهاتف ديالكم يا با دو بروبليم دونك خلي لي الهاتف ديالكم ما راكي في فرنسا خلي لي الهاتف تاعنا نعيطوا لك الهاتف تاعك نعيطوا لك دونك نسرينا ومن بعد حنايا كي نديتوكسيفيو فيا كلكو كيما قلت لك عطيت لك كلكو روسيت اوكي بالماء لازم il faut alterner entre يعني les résidus secs il faut voir تشوفوا les résidus secs اوكي المكونات الجافه يعني في القرعه تاع الماء تاعنا في لا كومبوزيسيون تاع لو مينيرال وتالتيرني اون سيمين تاخذوا الماء تاع الحنفيه نورمالمون دو موند هكذا او موا بور ديتوكسيفي لي ران تاعنا ابري il faut faire une activité physique l'activité physique الحاجه لا بلوز امبورطون النشاط الرياضي ماشي نقولوا كي نديروا نشاط رياضي il faut activer la voie de la bêta oxydation c'est-à-dire la dégradation du gras. صح. دونك ماشي تكونوا على بالكم يعني نقولها لهم بصفه يعني سهله ورابيد برك حنا كي نبداو اون اكتيفيتي فيزيك ما راحش ديريكتومون راح نبداو نحرقوا الشحمه. راح نبداو نكونسوميو السكر راهو في الدم. اها. اوكي اون كومونس باغ لا براتيكمون او ديبي سي ان ترافاي عندنا ان ترافاي سوا انايروبيك سي هوائي ولا لا هوائي نبداو مع الاول بلا كرياتينين فوسفات وترافاي اكسبلوزيف في الديبي نبداو نكونسومي فلاك بون هادو ما ندخلوش في لي ديتاي هادي في لا بيوشيمي هادي مي نقول لهم راح تحرقوا السكر اون فوا يخلص لكم السكر راح تروحوا تحرقوا لو غرا وراح تحرقوا ابخي لما كاش ميم لو غرا ولا راكم صايمين لا جورني ما كليتوش دي بروتين راح تحرقوا ميم لي بروتين ديالكم اوكي دونك لازم ديروا لا بيتا اوكسيداسيون تو سامبلومون الواحد داو يسمع فيا يقول معليش قول لي حاجه واش ندير انت هو اللي راك كوتش سبورتيف انا نقول لاكتيفيتي فيزيك il faut qu'elle dépasse au moins 40 minutes 40 minutes avec une intensité c'est-à-dire l'intensité تاعنا الشده تاع الخدمه تاعنا باش حنا نقيموها بلي بولساسيون
بالنبض تاعنا لازم النبض ديالك يطلع فوق 100 نبضة في الدقيقة اوكي بوندون يعني فترات متقطعة في 40 دقيقة هذيك كيلكو سوا ديري الفيلو في الدار ولا راح ديري ان فوتينغ ولا برا ولا ديري كارديو فوالا راني ريبليكي و سي جو ايت اوكي لازم لي بولساسيون تاعك يلحقوا من 100 حتى 120 هذه يعني مش نقدروا نقيموا الاكتيفيتي فيزيك تاعنا نقدروا نديروا دي فاز دو 5 مينوت ولا دو 2 مينوت كل واحد لي كاليتي يعني واش عنده في القدرات تاعو يعني القدرات تاعو نديروا زوج دقائق نطلعوا البولساسيون ابري زوج دقائق نعاودوا نحبطوا اون في دي ريتم ان شونجمون دو ريتم بوندون لا سيونس تاعنا في الحصه ديالنا نجروا رابيد نقصوا ولا با اكزومبل كي ندير واحد يقول لي انا ما نحبش نجري يا خويا دير ان ماتش دو فوتبول ان ماتش دو فوتبول شوف سي اكسترا تاكسي ليري تجري تصوتي الي اكسترا لو ماتش دو فوتبول تروحي تمشي في البحر دي جار ميلات قيلاي توسا افيك لا مارش هذيك راه جو سوي سور سيغتان تبداي تلهتي اها صح لا مارش حبيتي في لا فيل ديري لا مارش رابيد لا مارش رابيد ماشي شوبينغ مشي هذيك تاع بالعقل هكذا وتخزر في لي ماغازان ما كانش درنا والو فوالا دونك لازم لا مارش رابيد وين لي بولساسيون تاعنا يطلعوا اوكي كاين بزاف يقول لك انا ندير سيركوي نروح من اودا نزيد نحبط حتى لسحتشو هذا ونرجع تري بيان شنو لازم تكون رابيد لا مارش هذه الهروله اها لازم الانسان كي تشوفو راه يهرول سي تادير راه يزرب ماشي راه يمشي رابيد برك لازم الهروله دونك الهروله هذه اللي تخليك دير فوالا تخليك حتى تلحق تلهت يا اخي فوالا لازم الواحد يلهت ولكن يسمع هذا الشيء كامل كيما قلنا وكاين بزاف لي كومونتير اللي بعثوا لي قال لك باللي حنايا كاين الكرش تاعنا هي اللي تقعد ميم كو تشيان شيان شيان الكرش تقعد اسكو سي لوجيك سي توتا في نورمال حاجه طبيعيه ماشي بلوس كو لوجيك علاش اون فيت ديجا الكرش ماش تفهمه الكرش سي افيك لاج راح تخرج لنا الكرش لي زاتليت لي ميور دي زاتليت كي كبروا في العمر يخرج لهم لو بيتي فونتر لو بيتي فونتر ماشي الناس كاع عندهم لو فونتر بلا ولي زابدو صح يا ناس راكم تشوفوا نتوما لي زاتليت تشوفوا لي زابدو تاعهم مكسلين ومطردقين وكيما نقولوا حنا مقلعين كاع ومطراسيين قد القلب وزا قد الحبه تاع القلب اللوز اوكي مام هادوك لي زاتليت دو نيفو ما يقدروش يغارديو لي زابدو تاعهم اكثر من 20 يوم في العام بيان سور ماشي يكونوا مقلب زين هكذاك يعني مقلب زين هادوك ومطراسين علاش باسكو او فيت باش تنشفهم هكذاك لازم لو كور ديالك كاع يعاني وتنشف لو ماكسيموم ما هي الاخرانيه اللي تنشفت ماشي هي الاخرانيه باش نخرجوا لي زابدو بهذيك يعني بهذاك الحجم بهذاك الحجم وافوار اون بو تري تري سيك لازم نحبطوا يعني لو طو تاع لو غرا تاعنا واقيلا 7% اوكي في الجسم ديالنا مش نلحقوا لهذيك لازم نتبعوا ان ريجيم تري تري ديفيسيل اوكي تاع لي زاتليت اللي تبعوا لي زاتليت يسونسا ما نكذبوش يستعملوا مواد وي ماشي خرجوا هذوك اللي راني شتي من قبل قلت لك قالت لك نضرب غليكوفاج ماشي نشيان يستعملوا مواد لي ديوريتيك لي برودوي ماشي يخرجوا الماء يلحقوا وين ربي عافينا ان شاء الله يشربوا لو ديستيلي شتي الماء تاع لو ديستيلي نحطوه هنايا في الطوموبيل هما يشربوا لي ديستيلي ما فيهش كاع لي مينيور الماء المقطر اوكي دونك سي دي براتيك كي سون تري ديفيسيل دونك كي نكونوا صغار اوتوماتيكمون اون ا دي زابدو باسكو ماناش كبار لو غرام ما يكبرش ا شاك فوا كون افونس دون لاج لازم ان ترافاي تري بوينتو يعني مبرمج مليح بوغ افوار لي زابدو حنا ماناش نهضروا على لي زابدو نهضروا على الكريشه الكريشه سي توتا في نورمال لكن ناكلوا السكر بزاف السكر يديبوزا كاع في الكرش كابابل دركا وحده تقول لي كوتش انا مانيش ناكل السكر مي بصح ننصحهم نعطي لهم اون براتيك يعني عمليه سهله جد سهله يديروها دقيقه ندير لو لايف تاعي باسكو تكوب لي عمليه جد سهله نسرين وننصح الناس كاع يديروها خذوا ورقه وستيلو حطوه قدامكم وكتبوا نتوما واش تاكلوا واش موالفو لو جورنال اليمونتير ديالكم سي تادير قال انا يا فلا جورني ناكل تاك 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 على 10 عندي بون ماشي في رمضان قال على 10 موالف ناكل نحبط حبه فلون الصباح ناكل لو كرواسون ما ناكلش على 12 في العشاء ناكل هذه اكتبوا واش تاكلوا لي روتين تاعكم حطوا الورقه قدامكم وقراوها راح تكونوا تشوكاو لا كونتيتي تاع الماكله اللي تاكلوها
انتيا في بالك ما راكيش تاكلي السكر كون نقول لك اكتبي لي واش راكي تاكلي تلقاي باللي 70% من ماكلتك كاع سكر سكر سي با اوبليغاتوار كوم مونج لو سوكر رافيني لو بلون اوسكي السكر الابيض ناكلوه هكذا ولا نحطوه في الطبسي ولا نحطوه في الكاس تاع القهوه باش نقولوا باللي كلينا السكر بوسيبل ناكلو بزاف دي برودوي اللي فيهم بزاف السكر لي بات فيهم السكر سي دي زغات دو كربون لي بات لي فارين بلونش لي برودوي اندستريال كاع لي برودوي فيهم السكر اي دونك ديجا اكتبوا لو جورنال اليمونتير ديالكم قدو حطوه قدامكم بعينيكم راح تعرفوا واش راكم تاكلوا سي تي ان بوين ديبار نقطه انطلاقه جد مهمه ابري تبداو تلعبوا في جورنال اليمونتير ديالكم نستقبلوا مكالمه ونعاودوا نرجعوا لهذه النقطه الو 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 وحيد السلام عليكم مساء الخير مساء الخير واش راكم لاباس الحمد لله وانت يا والله لاباس الحمد لله الحمد لله شكون معنا ومن اين تتصلين معك نيسا اجيسونت نيسا واش راكي يا نيسا لاباس والله لاباس الحمد لله وانتوما والله غير الحمد لله مرحبا بك نيسا لا يشك الكوتش عايشك فحمدان كنت تاني عايشك الوغ انا كي نقص 5 كيلو 4 كيلو شغل نريح في هذاك البوا اللي نقص فيه ديجا ما نزيدش ما يزيدش ينقص اشاك فوا اشاك فوا وشنو لو بوا تاعك 70 شحال حبيتي تلحقي vers les 60-65 هكاك c'est-à-dire donc il te l'aqui 16 ou te l'aqui le poids direct ou t'zidi t'aoudi t'zidi non هكاك on dit chouïa mais chi haja donc ça dépend est-ce que tu as qui te bdaye un bon équilibre est-ce que tu bdle on bade le régime l'équilibre âge élémentaire direct est-ce que tu bdle la mais tu bdle c'est ma chiani parce que t'as dit t'as pas un nutritionniste mais ma chouala واش نو مشغول ما والو شغل ما تبدل شويه نقصت شويه بصح نتوما قاعد تحصلوها في النيتريسيونيست مساكن تحصلوها فيهم دائما ماشي هما يلفون لوغ ترافاي يديروا خدمتهم ابري ما تبعيش هما اللي ما تبعوش ما حنكذبوش فعلاً بوسيبل هو يدير خدمته ولا يدير خدمتها وانتوما اللي ما تبعوش اوكي دونك والله غير من داك تبعو ستريكت ومن داك فوالا تريشي هذيك تاع تريشي فوالا تريشي دوكا شوفي احنا عندنا مشكل كبير كي تريشي وممكن تريشي ماشي تريشي ونهلكوها سي تاجير نبداو ناكلو دو جور تخوا جور لو غرال الشحمه لي بيتزا لي بانيني لي بواسون غازوز في الليل في النهار الشوكولا لي شيبس كي تشوفي ماكله هادي واسمها هذيك المحنه هذيك الشاورما يا ربي الشاورما لي ساندويتش جي او دو ساندويتش الشاورما عباك ديجا الشاورما عبالكم بلي الشحمه بزاف كرا الشاورما فيها بزاف يرموا الشحمه من الفوق يفلوبيوها بالشحمه ويخلوها تدوب يعطيك الصحه الشاورما هي الشحمه دونك كنت تشوفوا ديجا بلي ديزا لي زابيتود اليمونتير اي سون با بون قايتك دونك يلفو لي زيليميني لا سوسيتي يعني البلاد يعني دوكا لا سوسيتي المؤسسه انا عايشين فيها رباتنا بطريقه جد يعني خاطئه لازم تبدلي هذيك وي شاورما نفتي لكم فيها حرام وي باسكو فريمون سا كوز دي بروبليم والله غير الواحد كي يعرف باللي هذيك الحاجه مضره ليه غير يفيتيها ما يدورش كاع بها مي حنايا شوفوا هكاك الدور عند فاست فود وما كاش كيفاه الواحد ايه هو اللي تري انتيليجون دورها لك بلا اكزاكتومون وي صح سي فري عجبتني الوغ دونك هذه هي دونك لازم تكاردي توجور ان بون ايكيليبر اليمونتير ان شاء الله لازم صحي غذائي وان شاء الله مزيدش تسمع ان شاء الله شكرا لك امي جناتي راهي تقول لك كيفاش نقصوا الوزن للمرضع طفل صغير لا الوحده اللي ترضع هي راهي ترضع للمرضع يعني وحده مرضعه واش نقول لك كاين دي فام اللي رضعات شيينهم وكاين سي الكونترير يسمانو افات دوكا سا ديبون يعني سي دي هادو ما اسئله عامه دوكا اسكو هي عندها هذيك العقليه كي راهي ترضع تضرب الطمينه نوم بصح كاين بزاف لا يقول لك باش مشوشه بصح يقول لك باش الحليب يكون عندها لازم هذا واش انا هجست عليها قال لي لازم تاكلي طمينه لازم تاكلي لاخر سي ريزون بور لاكيل سمنت سي فري مي هذا واش كانوا يقولوا لنا لازم مشوشه لازم طمينه لازم صح
فوالا بدك تضرب مشوي هذه صح وحده مرضيه تاكل نورمال عندها دي بيزوان ان ساتيسفير لي بيزوان تاعها تاخذ لي بروتيين تاخذ لي كالسيوم تاعها تاخذ كيما اون بيرسون لي فيتامين تاعها البلو نورمالمون دي مون ماشي كي نسمع بالمشوشه نزيد لا كاليتي تاع الحليب صح ما نزيد ني لا كاليتي تاع الحليب ني لا كونتيتي تاع الحليب تاكل لي بلو نورمالمون دي مون تاكل بيان اكيليبري تاخذ لي فيتامين تاعها تاخذ لي دوزاج تاعها نمط حياه صحي مشوشه وتشخشوخه والعسيله هذيك تضرب والطبينه بالعسل كل يوم كولي بنتي كل صح نو يسمى لازم تقعد في يسمى سي ان ريجيم اللي تبعو ثاني عقله نمط حياه نمط حياه ابخي اني قلت لكم مقبل نقدروا نضربوا مشوشه خطره في السمانه لو سوار نخرجوا اون بو سا تابلي ناخذوا ان اسمه ان فوندون شوكولا ناكلوا تاكوس عادي مي il faut placer une fois deux fois par la semaine تاكوس نحو بالناس لا سوسيتي تبدلنا هكذا والسلام عليكم دونك هاد الاعتقادات الخاطئه لازم نحوها من بالنا ولازم نمشوا كسوا فام انسانت ولا واحد مريض ميم واحد مريض il faut pas يدير في بالو بلي زعما لازم ياكل بيان ولا لازم ياكل شحمه ولا ياكل بيان سي بيان مي ياكل بزاف وقرا وشحمه باسكو راهو راه اون فاز دالاتمون نو ما عنده حتى علاقه ياكل بيان il doit satisfaire les besoins de son corps والطفل راهو يرضع من عنده اوكي مي ماشي ياكل هذاك ياكل لي ليغوم ياكل لي فيوند ياكل لي زيدرات دو كربون ياخذ لي فيتامين تاعو لي سوبليمون تاعو فوالا ان شاء الله برك يديروا علينا واش نقولوا ونستقبلوا بكلامه نزيدوا شويه ونجيو لكم للديار نتبعوكم في الديار الو الو السلام عليكم صباح الخير صباح النور واش راكي لاباس الحمد لله واش راكي صحه رمضان والله غير الحمد لله صحه رمضان كنتي زاده الله يسلمك الو شكون معنا من اين تتصلين بنا ايمان من اجي ايمان مرحبا بك ايمان راكي غير هنا راكي عندنا الله يسلمك ربي يخليك الو ايمان ومعك الكل سمير صباح الخير مرحبا ايمان صحه رمضانك سامر صحه رمضانك لاباس ربي ينورك الحمد لله عندي كيسو انا راني عندي واحد 80 تبع ريجيم جي بيردو برسك واحد 19 كيلو كنت 120 راني 101 مي لو بو لا يسلمك مي لو بو ستاغنا مع انا عندي الكوادر نشرب دي فونتيروك 100 غرام اوكي حبيت نعرف الا هو لا كوز لي كشغل هو اللي يوي ستاغنيني لو بو ما حبش يزيد ينقص وندير 1.70 الله يبارك لا يسلمك C'est vrai. Très bien répondu. Lamia, laissez-nous votre numéro. C'est nous qui va vous appeler. OK. Khalina lhat ldiak hna n'aytolek. Donc hna le sujet tana, voilà une question qui touche le sujet tana. Voilà. C'est tout à fait normal. Une stagnation, une phase de stagnation iman, elle est obligatoire. Tma c'est logique. لو كان ما تستغنيش ماشي لوجيك ما كاش ملي ما تستغنيش باسكو نحيتي 19 كيلو عندك لو فوا ديالك راهو معمر بلو غراب لي توكسين عندك لي غان تاعك صفاو بزاف راهو عامل لي توكسين الفو لي ديتوكسيفيي دونك ننصحك تاخذي لي زاغروم هاد ليامات لا بروميير دي شوز صباح لازم تاخذي بون لو بومبلوموس ما كاش حوسي في لي فارماسي ليكستريت بيبان دو بومبلوموس اوكي خذيه صباح تو لي جوغ تاخذي لي فوتيروكس نو ما تاخذيش كاع البومبلوموس باردون سمحوا لي صحه دونك ايفيتي لي البومبلوموس صحه باسكو راح يكوادري بلي لك تريبلي لك لي في تاع الميديكامون تاعك سي ايفيتي خذي لي زاغروم خذي لي لا فيتامين سي لو ماتان لا فيتامين سي لقيتيتينا مليحه تاخذيها صباح يا اوكي ان بروبليم سينو خذي لو سوبليمون سي تادير لا فيتامين سي تشريها لو بلو نورمالمون دو موند اوكي C'est un antioxydant très fort. Redis-le les curcuma. Le curcuma est tout bien le marché en gélules. Ok Je l'ai croisé déjà. C'est en gélules. Mais je ne m'attends pas à la dose. Parce que je suis sûr que je vais utiliser la dose dialecte à le curcuma. Ok Redis le curcuma dialecte. Après, il faut détoxifier. Placez chaque jour 100 grammes d'artichaut. Pardon. الارتيشوق قرنون طيبيه في الجواز طيبيه مع الماكله تاعك ديريه في لا سالاد كوليه مغلي بزيت الزيتون يا اوكان بروبليم اوكي اون ريسبكتون لي دوزا صحه ومن بعد عندك الارتيشوق خذي هذه شوفي لا فيتامين او ديالك الا كان مليحه لا شين دي فيتامين بي اوكي فوالا اي سي il faut prendre une dose de vitamine C par jour بون
D'accord. Donc c'est ça, inchallah. والماء يعني بون تقدري تعاودي تشوفي لا فيديو كي تخرج غدوه ان شاء الله اون فات ليبيري غدوه ان شاء الله لا فيديو نسرين غدوه ان شاء الله في راديو شمس في راديو اليوتيوب ديالنا بيان في اليوتيوب انا ديجا هضرت الماء كي تشربي خدي اون سيمين روحي للقرعه تاع الماء روحي شوفي من اللور مكتوبه غيزي دو سيك يعني المكونات الجافة خودي اون سيمين يعني ماء معدني اللي فيه لي غيزي دو سيك مي ديباسيش 250 و اون سيمين خودي هذوك اللي ديباسيو 450 وسمانه خودي 2 جوغ 3 جوغ خودي الماء تاع الحنفيه دونك هنا بور ديتيكسيفيي لي غان تاعك ديري الا كانت بقيتي في لا ستاغناسيون توجور ديري حمام اون فوا بار سيمين ولا قدرتي ديري دو فوا بار سيمين باش ما نقولوش سونا سونا سي بزاف غاليه والسونا توجور لازم لها بروغراماسيون ديري حمام اوكي في الحمام باسكو ما لحقناش دوك نريبوندي او موان نلحقو نكملو لا ديتوكسيفيكاسيون باش ديتوكسيفي لا بو تاعك الحمام كي ديريه ديري 10 مينوت في الحمام الداخل وين تكون سخانه بزاف عاودي خرجي 10 مينوت قعدي في لا سال داتونت وين سخانه شويه ديريها اربع خطرات خلي المسامات ديالك يتفتحوا يتغلقوا شويه يتغلقوا يتفتحوا شويه صحه وشربي بزاف الماء في هذيك لا بيريود ديري زوج خطرات في الحمام وديري اون اكتيفيتي فيزيك وين لازم ديباسي 40 دقيقه لي بولساسيون ديالك وي انا ندير اون اور فيلو تري بيان فيلو لازم النبض ديالك النبض ديباسي 120 نبضه في الدقيقه ديري ديباليي سا ديباليي تاع 2 مينوت 3 مينوت روبوزي 2 مينوت 3 مينوت وبقاي تلعبي في هذا لو طون اوكي ان شاء الله تعاودي يعني حاجه نورمال ما تكسيش كاع راسك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ربي ينورك صحه فطوركم بون جورني يخليك صحه فطورك زيد ربي ينورك الله يسلمك ميرسي بوكو دونك نروحوا بعدا فيغ الحمام لازم تجوز على الحمام باش هنا بون بور ديتوكسيفي ديجا لابو تاعنا قلنا لابو تتعمر بالسومو لازم نخدموها شويه باش نخرجوا لها السومو نديروا صونا ولا نديرو حمام كوم الصونا ما كاش بارتو غاليه ما نقدروش ندير هي كاين اللي يلحقوا حتى يديروا حمام ان جور سور دو واو وي اليوم نروح الحمام غدو ما نروحش الحمام مليح القلب نورمال عادي يعني ما دوك احنا كي نهضروا دون لونسومبل سو كي نون با ان بروبليم كارديا ما عندهمش ان بروبليم كارديا اوكي دي جون نورمو سينو اللي عندهم ان بروبليم كارديا كي دواف لازم يعطي لاك لوكي تاع الميدسان تاعهم فوالا دونك يديروا حمام كيما قلت لها تحميمه دير كات باليي تريح شي دقائق لداخل السخانه تطلع لها الحفله الحمام تعاود تخرج تريح شويه برا وتعاود تدخل كات فوا سانك فوا سي دي باساج وتعاود تخرج ديرها دو فوا بار سيمين ماش ما نقولوش نهار سور دو ديرها دو فوا بار سيمين سي ديجا بيان و اسكو كاين حاجه واحده اخرى اللي نحوا بها ثاني السمو من الكور أبار سبور الحمام و سي لا نوريتور لي جو ديتوكس اللي عطيتهم لهم قبل لو جو فير اي لو جو اورانج روج اللي ما سمعوش دوكا هذا وين سمعوا لي جو غدوه ان شاء الله في الحلقه تاع سوغ يوتيوب عاودوا تدخلوا في راديو الشمس تلقاو الحلقه تاخذوا له جو ان جو فير لي كي كومبوزي دو كونكومبر الخيار معدنوس ولي دات شويه قارص وربع حبات دقله ديرهم سنتريفيجوز وشربوهم sinon le rouge ياخذوا بيطراف بشويه معدنوس يزيدوا له شويه سيترون وياخذوا لو جو تاعهم بور ديتوكسيفي لو كور تاعهم اسم هذا الزوج يتبعوا هذه الحميه الغذائيه امبوسيبل ما يعاودوش يزيدوا شمانو يشيانو اكثر من هاك يا اخي اسم لا ستاغناسيون تاع لو كور تاعهم تروح سي سا بيان سور ابري شحال وقت ما عندناش وقت كل واحد ديجا ليكيليبغ اليمونتير ديالو على باز واش راهو ياكل ما على باليش راهم ياكلو هما اونتر طون لكن نديرو اون فاز دو ديتوكس هذه بور ديتوكسيفي لو كور ديالنا و اون باراليل ناكلو لو غرا والسكر ما درنا والو على كل حال لازم نبقاو في نمط حياتي غذائي يعني مليح ونديرو لا ديتوكسيفيكاسيون اون باراليل كاين وحده في لي كومونتير اللي بعثت لي ميساج قالت لك سي فو بلي دوموندي ا مسيو سمير بور لو بروبليم دو سيليليت كومون لونلفي اي لازم نديرو ان سوجي وحده تاع سيليليت اوكي ديجا سيليليت سي دي توكسين اوكي عندها اون تري موفيز اليمونطاسيون ما تاكلش مليح هادي باسكو دوكا اللي نلقاو دي بيرسون كي باز شحال يوزنوا نلقاوها 60 كيلو ولا 55 كيلو تلقاوها 36 لا طاي وعندها سيلوليت اها باوي
دونك ولات هكذا تشوفهم عندها سيلوليت ماغري هي ماشي سمينه دونك سيلوليت ما عنده حتى علاقه بالسمنه سي لا موفيز اليمونطاسيون نديروا ان سوجي ان شاء الله هذه لازم نديروا عليها سوجي بيان سور انا باش نقول لك سمير باللي عجبني الحال دونك ميم مر نتاعنا حتقعد معنا في البرنامج لانه فريمون نخرجوا فايده منه وامبوسيبل واحد اللي ما يمشيش على نصائح ديالك امبوسيبل ما تكونش عنده شغل حميه غذائيه وتكونش عنده نتيجه بيان سور اسكو عندنا اتصال عندنا اتصال الو 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 مساء الخير مساء النور كيفرين لاباس صباح الحمد لله وانتي صح رمضانكم ربي يخليك صح رمضانكم انتم ثاني انتم زاد الله يسلمك اختي لذيذة حبيت نسلم على الكوتش سامي اللي راه معاك راه معاك مرحبا بك الله يسلمك الكوتش لاباس ربي يهنيك الحمد لله صح رمضانك انتم زاد ربي ينورك الحمد لله الله يزيد فضلك مقبل انا اللي قلت لك كانوا زن 81 نعم سو انا هكا نقعد ننقص ومن بعد صول غير نتقلق ولا نعاود نسمع كي تقلقي تاكلي غير كي تقلق ناكل فوالا كيما قلت لكم مقبل لازم تجيري شويه لاليمونطاسيون تاعك كي تقلقي كولي بسباسه ولا قرنونه ولا لا قرنونه واش تاكلي كي تقلقي تاكلي الشوكولا شيبس والله غير انا والله زعما ناكل هذيك الماكله زعما اللي ناكل نحس روحي ناكل عادي بصح نسمع شوفي العادي هذا لو كان دوكا نبداو نفصلوه يولي ماشي عادي قولي لي شنو هو العادي هيا فهميني لا قصدي كاين زعما ياكلوا لي بات انا ولا لي بات كيما هذا المكرون سباكي هذو كامل ما نحبهم معليش واش تاكلي واش تاكلي انا ناكل خضره ما ناكل زعما الخبز ما ناكل مانيش محب صح هي فوالك عندي الماما تاكلي الخبز ناكل الخبز شوفي ماشي مفهمك ناكلو زعما شحال تاكلي في الغداء زعما يعني سوا فرونش افيك ما كوني يعني صريحه معايا تيبانا زوج ما نعرفوكش ما نشوفو فيك لا ما ناكلش تيبانا هكا والله ما ناكل بالك نص تيبانا هكا ولا صح نص تيبانا تاع خبز سي تان بلا كوم سي كو واحد دا 150 غرام دو بات وهذاك خدا لي بات كومبليت خير منك باسكو انتيا ما خديتيش جوست ليزيدغات دو كربون كيما هو خديتي بلوس السكر باسكو الخبز مخدوم بالفارينه البيضاء اللي فيها ديجا السكر هاكي فاهمه دونك كي نبداو نفصلوا في الامور نلقاو باللي رانا ناكلو واش ماناش نخمو ايه دونك ديجا لو فات دو مونجي نص خبزه سي تي ان بلا خلاص نوضي من الطابله كوني نص خبزه نوضي من الطابله زيدي لها نص خبزه زيدي لها شي ليغيم ونوضي من الطابله كوم سي كليتي الروز بالليغيم صح فهمتيني دونك لازم لك ان بون اكيليبراج اليمونتير قبل ما تاكلي حوسي واش راح تاكلي لا كومبوزيسيون تاع الماكله راح تاكليها هنا تعرفي اسكو صح يا ان بروبليم دو ستاغناسيون ولا يا ان بروبليم ديكيليبر اون لوي ميم كي فهمتني اوي فهمت فوالا لازم قبل ما تاكلي تخمي بالعواقب تاع الكور ديالك واش راح يصرى مور ما تاكلي هذا ولا خوفي الكور تاعك شغل انت مع روحك سي تخوفي باسكو سا سباس نايا دون لا تيت لازم تخمي بلي ومن بعد حد سمنيتو دونك كيما قال لك كي تجوعي كولي قرنونه بزيت الزيتون بيان اي تو انا سي بون كنت كره القرنون ملي ولا يجي معايا سامر يحب القرنون بزيت الزيتون انتك I'm going to go to the house. باسكو هذاك العرق اللي راح تخرجوا سي الماء اللي شربته ماشي الدهون اللي راهم يخرجوا داكو اوكي سي الماء اللي شربته كي تكمل تشرب الماء تعاود تبروني مي سي ملاح باسكو يعرقوا مليح كاين الناس اللي ما يقدروش يعرقوا في لاكتيفيتي فيزيك كي يشربوا هاد لي كومبينيزون ملاح ليهم بور ديتوكسيفي لا بو تاعهم تري بيان هادي باش برك يكونوا في الصوره يعطيك صحه السؤال عبد الرحمن معليش نسقسيه بركوت سامي بيان سور بك عندي شغل عندي بروبليم انه ما نحبش نشرب الماء بزاف لازم تحبي شغل صول نشرب الماء حتىك شغل نحب نرد هكا صول قلبي يدور عليا كي نشرب شوفي الماء تحبي تشربي لي جو سانسيرمون نشرب لي هيا صحة خذي القلعة تاع الماء تاعك اوكي حطي فيها شوية سيترون اوكي ولا حطي فيها قطعي فيها لداخل قطعي فيها شوية خيار لداخل شوية معدنوس رد فيها اعطي لها امتيغو
ماشي مش تشياني اه مش تشربي الماء حطي فيها كلك بواسون يعني ديتوكس حطيها توي فيها شويه البنه يعني انت تو فا بروندر بليزير كي تشربيها شغله كي تشربي في ان جو حطيها قدامك وسيي كمليها لازم شوفي لازم تكوني اورغانيزي في الماء خدي قرعه تاع لتر ونصف نهار كشاك جوني لا ماتيني لازم تكون قدامك محطوطه القرعه والوبجيكتيف تاعك لازم تكمليها كيفاش تكمليها دبري راسك تاخدي دي 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 تاخدي قرعه صغار وتعمريهم وتشربيهم بالعقل تديهم معاك للخدمه ولا تديها معاك للخدمه ديري لها شويه ديغول داخل واش تحبي انتيا تقدري تقطعي لها جو سي با دي فريز ميم دي فريز ريش اون فيتامين سي ان فروي ولا حطيه لداخل باش يعطيك لو غو هذاك اروماتيزي وشربي لا جورني ربي يخليك صحة عيدك صحة عيدك وصحة فطورك أيضا ربي يخليك حيكون هنايا كل يوم خميس هكا باش ما كتجيك باش تهرب لي سامع يعطيك صحة الأخت الاتصال ربي نورك ميرسي ميرسي الوغ دوزنا ساعة وساعة و 45 دقيقة جات بالخف باسكو الله يبارك راك متاتنا بالنصائح ديالك ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله نديروها وانا اولتهم ان شاء الله دونك يعطيك الصحة سمير سي افيك بليزير شكرا غاديو شمس على الاستضافة نسرين ليكيب تكنيك حويتها الجماعة المستمعين الكرام ان شاء الله توجور نكونوا في يعني عن حسن الظن تاعكم الانستغرام سي سامير بن عيسى اوفيسيال سي سامبل سي سامير بن عيسى اوفيسيال ودير لا فوتو تاعو امبوسيبل تعطيوها انا داير لا فوتو تاعي دونك لا عندكم دي كيستيون روحوا نتما سينو ا شاك فوا نديرو لي لايف فيا انستغرام اي لو سوجي تاع لا بروشين فوا اكزاكتومون هذا تحبيت نقول دونك قلنا نهضروا على لا هضرنا قلنا عليه مقبل نقدروا نهضروا على استاجير سي ان سوجي تري امبورطون اللي سورتو النساء يقلقهم بزاف المقبلين سورتو على الزواج وكيكونوا صغار ويسمعوا ويشيانوا لو لاشمون تاع لا بو سيلوليت اي تو سا فيرجيتور نهضروا على هادو تري بيان سا انتريسان هذه حنكون بقوه انا الاولى هنايا ان شاء الله يا ربي دونك ضربوا مواعيد الاسبوع الجاي نهار الخميس ان شاء الله نكونوا معاكم على المباشر في صفحات الفيسبوك وايضا الانستغرام تاع سمير ونيسا ونسيس ما بيان سور يعطيكم صحه ليكيب تكنيك وي ما قلت انا تان سي الانستغرام تاع نسرين مش ما تعطي والو باسكو ديرت لي لايف فوندو لا سمان سي نسرين سماي ابري بارطاج فوالا ميرسي ربي نورك الله يسرك سمعتك صحه على هذا البارتاج يعطيكم صحه لكم في لا ريجي وحيد واحمد وانتم مستمعينا نضربكم موعد الاسبوع الجاي في برنامج جديد مع ضيفنا دائما وليد الدار سمير بن عيسى تهلاو في ربحتكم في العزيزه لكم تحفطركم سلام